صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم على قناة الصحة والجمال. معكم شاذة وصفي، وقبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزمايلي الموجودين معايا في الاستوديو. أهلا نجاة. أهلا ولاء. بصراحة موضوع حلقتنا النهاردة شاغل بال كل طالب مصري مقبل على دخول الثانوية العامة. موضوع حلقتنا النهاردة لقى نفور كبير جدا من الطلاب. موضوع حلقتنا النهاردة عن التعليم الإلكتروني. هنعرف في حلقتنا النهارده عن التعليم الالكتروني وتجارب الدول ان هي تستخدم التعليم الالكتروني ونماذج اللي طبقت التعليم الالكتروني في مصر. التعليم الالكتروني هو عباره عن برامج دراسيه ودورات تدريبيه بتتم من خلال وسائط متعدده ووسائط الكترونيه. ده طبعا بيكون وفقا لمبدأ التعليم التفاعلي. وكمان يا نجاة، التعليم التفاعلي سهل من التواصل ما بين المعلم والمتعلم. يعني احنا في البداية اصلا كنا بناخد الحصة مثلا في المدرسة، أيوة. بيبقى في صعوبة في التواصل مع المعلم، سواء ممكن نتواصل معاه بعدها بيومين، لكن التعليم التفاعلي سهل التواصل جدا. يعني احنا بنستطيع التواصل معاه يمكن في نفس اللحظة، قرب المسافات اكتر واكتر كمان. يعني معنى كده ان التعليم الالكتروني هو ان احنا بنستخدم التقنية الحديثة بكل انواعها، يعني علشان تقصر الجهد والوقت، وفي نفس الوقت بيكون لها فايدة أكبر. فعلا، وبيكون في تواصل بين المعلم وبين الطالب، أو بيكون اللي هو التواصل بين عضو هيئة التدريس وبين الطالب. كمان مش بيربطني بزمان معين ولا مكان معين، بالعكس بيسيب لي المجال مفتوح في أي جداً. مكان عادي ممكن متاح إن احنا نذاكر أو وفي أي زمان وفي أي وقت. وكمان بيوفر تطبيقات كتيرة قوي للطالب، يعني بيتم من خلال شبكات خارجية مثلا كأكسترنت أو أجهزة التلفاز الفعال، أو بيتم ليه ثلاث بيئات مختلفة بيتم من خلالها التعليم الالكتروني. أيوة. التعليم الالكتروني انا عندي ثلاث اشكال او ثلاث بيئات ليه. اول شكل ليه هو الشكل الشبكي المباشر. الشكل الشبكي المباشر ده يعني بعيد تماما عن التعليم التقليدي، هو تعليم الكتروني صافي جدا، يعني ملهوش علاقه طيب بالتعليم التقليدي. طيب الطلبه لقت سهوله في انها تتعامل مع الشكل ده ولا لقت صعوبه، لان الطلبه اصلا معتمد على التعليم التقليدي؟ لا بصي، انا التعليم عندي الالكتروني. الطالب مش متعود على التعليم الالكتروني، فلما تديله تعليم الكتروني يعني صافي جدا، فخلاص يعني هو مش متعود، هيكون عنده صعوبه فيه. يعني التعليم الالكتروني اللي هو النظام الشبكي المباشر ده، ان هم خلوا التعليم يعني لغوا التعليم التقليدي خالص، بدلوه كله بالتعليم الالكتروني. ان هم من خلال ان هم عملوا المعلومات، يعني عملوا المعلومات بشكل مباشر. أيوة. على المواقع الويب وكده. بالظبط كده. تاني شكل من اشكال التعليم الالكتروني هو الشكل الشبكي المساند. الشكل الشبكي المساند ده بيخلي الطالب يعتمد على نفسه في الحصول على المعلومات، بيخلي يعني الطالب بيصبح الطالب هو المعلم. تعليم ذاتي كده. انت بتعلم نفسك بنفسك. بالظبط، بيخلي الطالب انت اللي تجيب المعلومه، انت اللي تذاكر، ما بيكونش في تواصل بين المعلم وبين الطالب. ده زي اللي عملناه المدارس اليابانيه ومدارس ستيم في مصر كمان. بالظبط كده. المدارس اليابانيه عملت ان هي ماشيه على نظام التوكاتسو اللي هو الياباني. اللي هو الطريقه دي اللي هي بتبدا تنميه المهارات الطالب، من رياض الاطفال، ان هي بتهتم بالمهارات العقليه للطالب. اللي هي الاول يعني مثلا زي المدارس عندنا ان هي بتعمل الحصص الدراسيه بس، لا ده هي بتعمل انشطه، ان هي زي تثق في نفسك، زي يكون عندك اعتزاز بالنفس، ان هي بتنمي المهارات الاجتماعيه والرياضيه. وعندي كمان ثالث شكل من اشكال التعليم الالكتروني هو الشكل الشبكي المتمازج. ده بقى بيعتبر هو افضل انواع او افضل اشكال التعليم الالكتروني، لان الشكل ده من اسمه كده بيمزج بين التعليم الالكتروني والتعليم التقليدي. بيخلي الطالب في الوقت ده يعني مش منصت، مش بيخليه اللي هو قاعد يعني بينصت بس، لا ده بيخلي الطالب بيكون في فايده اكتر، ان هو بيتعلم اكتر، اللي هو يعني بيكون في تفاعل بينه وبين المعلم. بالظبط كده. وكمان بيكسر حاجز الخوف والقلق، وبيخلي عند الطالب جراءه في التفكير، في جراءه في ان انا في التعبير عن افكاره. لان في طلبه ما بتقدرش، اللي هو بتبقى عندها خوف اللي هو تقوم قدام المدرس اصلا وتناقشه او تجاوب على الاسئله. فالتعليم الالكتروني بصراحه اتاح للطالب فرصه. وكمان ان هو بقى متاح، يعني المنهج الدراسي بقى متاح طول اليوم، هو مش محدد بزمن معين ولا مكان معين. في طلبة مش بتبقى مزاجية في المذاكرة، يعني في طلبة أصلا بتساعد أهلها في الشغل، ففي طلبة بتذاكر بالليل، في طلبة بتذاكر بالنهار، على حسب. مش مقيد بالزمن أو الوقت. أيوة. أو وقت محدد أو كده. فدي كانت الثلاث أشكال دول من التعليم الإلكتروني. طيب علشان خاطر نوضح أن التعليم الشبكي المتمازج هو الأفضل ما بين الثلاثة، لأنه بيجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. وكمان هو أجمل حاجة فيه أن هو بيكسر حاجز الخوف والقلق اللي بيكون عند الطالب، اللي هو الطلاب اللي هي بتخاف تقوم مثلا تقول أنا ممكن المدرس يتريق عليا، ممكن زميلي يتريق عليا، لا أو ممكن أجاوب غلط أو كده.
او كمان في كمان طلبه أتحد. في كمان طلبه بتقوم اللي هو اول ما بتقوم اصلا بتنسى تنسى فعلا. الاجابه ايوه من كتر التوتر والقلق اللي بيكون عندها. كمان عندي التعليم ده كان التعليم الالكتروني. التعليم عن بعد بقى يعني في خبراء قالوا ان بيختلف التعليم الالكتروني عن التعليم عن بعد، بس هو ايه يعني هم متفقين في حاجات زي مثلا ان هما الاثنين بيستخدموا التكنولوجيا الحديثه، هما الاثنين بيستخدموا الدراسات والابحاث. بس التعليم عن بعد بيبقى تعليم افتراضي يعني هو اصلا ملهوش مكان، ما بيشترطش بزمان ولا مكان معين، معين فعلا. الطالب بيذاكر من خلال كتيبات وبيمتحن اونلاين على الانترنت زي التابلت. ما هو التابلت اتاحوا لهم ان هم يعني يستخدموا الكتب المطبوعه جنب التابلت يعني. بس الوزير طلع قال في تطبيقات ومواقع بتسهل. لا بس الوزير طلع قال ان الطلاب يا مثلا تستخدم الحاجه اللي هي اللي انت بتفضلها، الحاجه اللي انت تعرف تذاكر منها، ممكن تستخدم الكتب المطبوعه خصوصا يا شاذة ان هم اصلا رابطين الكود الذكي بتاع التابلت اصلا رابطينه بالكتاب المدرسي، يعني انت هتلاقي على التابلت الكتاب المدرسي موجود. ايوه انا كمان عندي التعليم عن بعد ما بيكونش في تواصل بين المعلم وبين الطالب، ده عكس التعليم اللي هو الالكتروني. كمان ان الخبراء قالوا ان التعليم عن بعد بالرغم ان هو ظاهره مش حديثه، بس ظهرت يعني هو ظهر منذ فتره طويله. التعليم عن بعد ده بيشبه التعليم غير المتزامن، يعني هو اصلا مش بيحتاج اللي هو يبقى على الهواء مباشره، يعني ما بيحتاجش اصلا لمتعلم او معلم، وكمان مش بيحتاج اللي هو الاجهزه حديثه اكتر يعني زي التعليم الالكتروني. لا مش شرط، ما هو كده كده بيستخدم الكتب يعني مش شرط. بس التعليم الفرق بين انا عندي التعليم الالكتروني بيعتمد على التابلت كده اللي هو النظام اللي احنا بنشوفه اللي شفناه في الثانويه العامه، اما التعليم عن بعد لا ممكن استخدم فيه الكتيبات، استخدم فيه مواد ورقيه مطبوعه. يعني مش بيشترط عليا ان انا استخدم اجهزه تكنولوجيه حديثه. طبعا كمان التعليم عن بعد ليه مسميات كتير زي مثلا التعليم بالمراسله، التعليم المفتوح، ليه اسامي كتير. وفي بعض الجامعات ده اتاح كمان للطالب ان هو مثلا يستطيع ان هو يتواصل مع المعلم عن طريق الدردشه، عن طريق الارتباط. المعلم دلوقتي ممكن يوصل المعلم في اي وقت ان هو يبعت له بريد الكتروني يستفسر عن اي معلومه. وغرف الحوار اتاحت يعني اتاح لفرص كتير ان يعني يكون في تعليم عن بعد وكده. كمان في بعض الجامعات بتسمي التعليم عن بعد هو الانتساب. مش بيتطلب مني زي ما قلت لك ان انا استخدم كمبيوتر او لاب او تاب او كده، لا ده انا ممكن استخدم كتيبات، مواد ورقيه مطبوعه عادي جدا. يعني دائما الدول بتسعى ان هي تعمل على تنظيم التعليم عندها. في دول بتكون مهتمه بالمعلم، وفي دول بتهتم بالادوات اللي بتساعد المعلم، وفي دول بتهتم بالطالب، فديت بتعمل على تطوير الحاله النفسيه والبصريه للطالب. وفي دول زي مصر اللي هي اهتمت بالاثنين، اللي هي عملت نظام التابلت. نظام التابلت متاح للمعلم والطالب دون تفرقه، يعني ممكن المعلم يستخدمه في نفس الوقت الطالب يستخدمه مع عليه المنهج الدراسي. زي ما احنا عارفين طبعا ان التابلت استخدمه طلاب الثانوية العامة، ولكن هناك طرحت العديد من الأسئلة. هو بالفعل يلائم المرحلة الثانوية أم أنه يلائم المرحلة الابتدائية وما قبلها؟ يعني احنا بنشوف المدارس اليابانية ومدارس تم عندنا في مصر بيطبقوها على رياض الأطفال، فيعني المفروض ان هم كانوا يطبقوها على المرحلة الأقل علشان خاطر الطفل بيبقى عنده سرعة بديهة أكتر، بيبقى عنده استجابة أسرع في التعليم. هم المفروض كانوا يطبقوها على الاثنين يعني، ويشوفوا ان هي التجربه الاحسن اللي هتنجح ويبداوا يطبقوها عليها. والمفروض برضو بدا يعني زي ما في اللي هي الحصص الدراسيه برضو زي يعملوا زي المدارس اليابانيه، وفي حصص الانشطه ان هي الطالب منها يمكن يعمل يعني تكوين شخصيه فعاله، يعدل سلوكيته واخلاقه. لو نمينا مهارات الطلبه، يعني مثلا في طلبه بيبقى عندها هويات كتيره جدا، فاحنا لازم ننمي المهارات بتاعتهم علشان خاطر يحبوا الدراسه اكتر. وكمان مش لازم انسى يعني انا هنمي مهارات الطلبه وان انا اخلي الطالب ازاي يستخدم التاب وكده، بس انا برضو مش لازم انسى المدرس، لان كتير من المدرسين يعني ما بيعرفوش انه ممكن يستخدم التكنولوجيا الحديثه. طبعا يعني انا يعني علشان خاطر التقنيه الرقميه بتاعته ممكن بتكون مثلا ما عاصرش التكنولوجيا الحديثه فمش عارف يتعامل. يعني بيبقى في طلبه بتروح تقول للمدرس ممكن مثلا تشرح لي ازاي استخدم التاب او كده، يعني انا مش مرت عليا تجربه في طالب سال مدرس قال له ممكن تفعلي التابلت، قال له انا ما مش عارف افعله. فلازم يكون عندي كورسات يعني تدريب دورات مكثفه، لازم يكون دورات للطلاب والمعلمين. وكمان واجه العديد من المشكلات زي ان السيستم واقع في ظل الامتحانات، كمان الاهالي بتشتكي من عدم اتاحه بنك المعرفه، مش بيفتح معاهم اصلا، بيدفعوا عليه تكاليف. احنا نفسنا واجهنا صعوبه في الجامعه وكده، ما كانش بيفتح معانا بنك المعرفه. برضو في الاول وفي الاخر ديت لسه حاجه في بدايتها، يعني دي خطوه ثوريه لسه في بدايتها، المفروض ما نحكمش عليها دلوقتي. هما بقى ولا لازم ولا يكون في طبعا علشان خاطر كده هي الاسئله ديت طرحت بالفعل، عشان خاطر كده هما بداوا بقى يطبقوه على الطلبه علشان خاطر يجي
يجدوا الاجابات. يعني مع الوقت الطلبه المطروحة. والمعلمين هيتعودوا على الحاجات دي. وكمان في احتمال ان هم يفتحوا باب تعيينات للمعلمين من الشباب المتمرسين. أيوة. بما انهم يعني بحكم ان هم يعني من جيل التكنولوجيا الحديثه. ايوه وكما ليه عيوب ليه ايضا مزايا، يعني هو بيتيح فرص متعدده ومتنوعه ومتباينه من المعلومات. المعلومات دي بتساعد الطالب على المنافسه والمناقشه والتقييم والتحليل وما ينافسوا بعض. التابلت يعني ميزه كويسه ان هو ممكن الطالب يذاكر في اي وقت، ياخد التابلت يحط فيه شريحه نت ويفتح ويجيب كل المواقع من عليه. هو يعني هو كويس جدا ان هو مش بيرتبط بزمان معين ولا مكان معين. في اي وقت وفي اي مكان. وكمان بيستخدموا وسائط الكترونيه متعدده. الوسائط الالكترونيه دي بقت لها ميزه ان هي بتربط ما بين المعلم والمتعلم، وبتربط كمان يعني مش ما بين المعلم والمتعلم بس، بتربط ما بين المؤسسه التعليميه وما بين المنزل والبيئه التعليميه نفسها. وكمان هو يعني في بيقول لك ان التعليم الالكتروني تلاشى تماما دور المعلم. لا طبعا، ده المعلم بالعكس، ده المعلم له دور كبير جدا، دور اكثر دلوقتي. اهميه واكثر صعوبه كمان. أيوة طبعا، ده المعلم هو القائد والموجه للمشروع البحثي. أيوة. يعني المعلم ليه ادوار كتير قوي، المعلم باحث، المعلم مبسط للمحتوى، وكمان بيرشد الطالب ازاي يستخدم التاب تكنولوجي. ازاي عشان كده بقول موضوع مهم جدا ان يكون في دورات تكثيفيه وتدريب كتير للمعلم ازاي يستخدم التكنولوجيا. بيساعد كمان على تبادل الخبرات علشان خاطر يخلق جيل اللي هو بيواكب مستجدات العصر. زي تجربه اليابان كده. الياباني الاول مش بدات مثلا بتعليم الالكتروني طبقته على طول. لا بالعكس، ده هي بدات بس عملت شبكه تلفاز بثت عليها المواد الدراسيه. أيوة. وبعدين دي كانت اول خطوه ليها ان هي على التعليم عن بعد. أيوة. وبعدين بدات كده بمشروع الميت مدرسه اللي هو عملت في المدارس، خلت المدارس كلها موجود فيها شبكه انترنت. ودي دفعه كمان كويسه من الدول ان هي بتسعى دائما للتنميه، وخصوصا في مجال التعليم. يعني مجال التعليم ده هو يعني اي حد بيقول لك سلاحك هو تعليمك. طبعا اليابان دلوقتي بقت بتستخدم التعليم الالكتروني بشكل رسمي. يعني هي الدوله اللي بقت بتطبق فعلا التعليم الالكتروني. أيوة. في كل مدارسها. وانما بقى الولايات المتحده برضو بدات يعني من الصفر، ان هي بدات الاول. هي بتستخدم هنا في مصر نظام توكاتسو اللي هو بيعتمد على تنميه مهارات الطفل. يعني احنا ليه فعلا ما بيطبقوش عندنا الانظمه ديت في المدارس الحكوميه؟ نظام مهم جدا وكويس جدا ان هو بينمي مهاره الطفل من هو صغير. وبعدين يعني احنا عندنا في مصر ما شاء الله في طلبه عندها هويات مختلفه. أيوة جدا فعلا. يعني بس عايزه ايه اللي يكتشفها او أيوة. اللي يشوفها. وكمان نبدا زي يعني نبدا زي تجربه الولايات المتحده. هي بدات الاول كان كل مدرسه يعني كل 9 طلاب في المدرسه لهم حاسب الي واحد. هي بدات تطور من كده. دلوقتي بقى بنسبه 100% الحاسب الالي موجود في كل المدارس. وبعدين بدات تنمي بقى تعمل خططها وتنمي وتعمل لحد ما بدات يعني بقى دلوقتي بتستخدم الحاسب. زي ما قلنا يا شذا ان الدول اللي بتسعى للتعليم دي دول قويه فعلا. طبعاً. ان هي الدول اللي بتسعى للتعليم دي هي سلاح اي دوله هو تعليمها. لازم الدوله تسعى اكتر للتعليم، لان التعليم هو اللي بيخلي الدوله تواكب العصر، تواكب التكنولوجيا، وكمان هي تواكب الدول المتقدمه. عامله لنفسها بنيه تحتيه صلبه في العمليه. أيوة. التعليميه. بتنمي المهارات يعني بتخلي بتكتشف الطالب، خصوصا انها بتعمل على اهم حاجه اللي هي بتوفر اجهزه حديثه. طبعا دي اهم حاجه. ما هو ادخال الحاسب اصلا في التعليم ديت مش خطه، يعني مش خطه وطنيه، دي حاجه اساسيه لازم تكون في العمليه التعليميه اصلا. يعني في بعض الدول اصلا بتتلاشى تماما الحاسب، بتتلاشاه. بس انت عارفه دلوقتي، بس يعني ده بعض الدول، يعني نادرا لما تلاقي كده، لان في يعني اغلب الدول دلوقتي بقت تضم التعليم الالكتروني للتعليم التقليدي بتاعها اللي. أيوة. انا من شويه قلت لك اللي هو متمازج، اللي هو التعليم المتمازج. عشان طبعا تخلي ايه، تخلي يعني هي احسن واجود العمليه التعليميه عندها في بلدها. هي طبعاً. في دولتها، زي ما عملت اليابان، زي ما عملت الولايات المتحده. هي زي بتاخد الطالب تدريجي اللي هي كده. ما تكرهوش في التعليم الالكتروني. وفي نفس الوقت تخليه معاه تعليم تقليدي وتعليم الكتروني، بحيث تخلي اللي بيحبه وتخلي اللي مش بيحبه كده يبقى تسحب سنه. يعني شويه بشويه كده اللي هو ايه التعليم التقليدي، ويبقى بقى يعتمد على التعليم الالكتروني. أيوة. كده صافي خالص. التعليم الالكتروني اللي هو النظام اللي هو اتطبق عندنا هنا اللي هو التابلت دوت، خلى الطالب اللي هو في حيره. يعني انا ازاي، يعني انا دلوقتي بعد ما الوزير قال انت متاح لك ان انت تستخدم الكتب المطبوعه جنب التابلت، ما ممكن مثلا انا بفضل الكتب المطبوعه اقرا او كده احسن من التابلت.
فده خلاه في حيره، طب انا اذاكر من ده، طب المنهج موجود على ده احسن، طب المنهج موجود على ده. فلازم زي ما قلنا يا شذا، احنا كطلبه متعودين على التعليم التقليدي، صح؟ أيوة. متعودين عليه تماما، يعني احنا التعليم الالكتروني ده بالنسبه لينا حاجه جديده، وان المدرس يدخل يشرح السبوره لسه في بدايتها، يعني احنا فاحنا شيء طبيعي ان احنا ما نحكمش عليها انها تنجح من سنه بالظبط، يعني الحاجه ديت لازم تاخد فتره علشان تنجح وعلشان تستمر والطالب يتاقلم كمان معاها. يعني هو نظام كويس، بس لازم ان احنا نشوف الحاجات اللي هو الصعوبات اللي واجهته او الحاجات اللي وقعت فيها او الطلاب ما عرفوش يستخدموه ازاي، نشوف عيوبه ونبدا نصححها او نشوف ايه يعني اللي كان الطلاب فيه. اللي هي فكت الشفره بتاعته ودخلت عليه قلبته تليفون عادي اللي هو فيس وواتس وكل حاجه. طيب احنا عايزين دورات تدريبيه مكثفه، يعني مثلا ممكن يخصصوا يومين في الاسبوع للطلبه والمعلمين، يخصصوا لهم يومين في الاسبوع في اوقات الاجازه ان هم يدربوهم على استخدام التابلت وكمان على كيفيه الامتحانات، لان في امتحانات اصلا مش الطلبه بتقول ان الامتحانات مش موجوده اصلا في المنهج، بتعتمد على ذكاء الطالب ان هو انت بقى فكر. لان اصلا هو بيبقى التعليم الالكتروني ده اصلا بيبعد الطالب عن التلقين والحفظ، انت أيوة مش فعلا. اله أيوة. انت بيعتمد على البحث التحفيز. للاسف حلقتنا انتهت للاسف مشاهدينا وقت حلقتنا انتهى. كنا نتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، بنشكركم جدا، ويا رب دايما نشوف التعليم في مصر في احسن حال يا رب. بشكركم جدا وبشكر زملائي. الى اللقاء.